قبل شهرين تقريبا كانت هذه الطريقة الدولية مقطوعة. من هذه المباني تحديدا كانت تحصل عمليات قنص تمنع السيارات من المرور على الطريق الدولية بين درعا ودمشق. هنا درعا، أهلا بكم في حلقة جديدة من الأرض، نزور خلالها خربة غزالي، المنطقة التي منعت قطع الطريق الدولية باتجاه العاصمة دمشق، كما حققت أهدافا استراتيجية كبيرة للدولة السورية. من هنا انطلقت الشرارة الأولى، وهنا يقول المسؤولون في درعا إنها ستنطفئ. والواقع يقول اليوم إن درعا كمحافظة لا تزال تحت سيطرة الحكومة السورية، مع تواجد المسلحين في قرى الجنوب والجنوب الشرقي باتجاه منطقة اللجات وفي قرى أخرى، إضافة إلى استمرار تواجدهم في بعض أحياء درعا البلد. إلا أن الأوضاع منذ شهرين أوشكت أن تحقق للمعارضة أهدافها. من هنا، من خربة غزالي، خيضت معركة درعا. في إعلامهم سماها المسلحون معركة جسر حوران. 61 يوماً جعلوا منها ومن سيطرتهم على خربة غزالي الوسيلة لعزل درعا عن باقي الوطن السوري. 10/3/2013 اليوم الثالث على التوالي خطا للطريق الدولي بين دمشق والأردن، قطع الإمدادات عن اللواء 38 ومحافظة درعا بالكامل. كما ترون أن السرات خالي بالعام الكامل، علم الاستقلال، عربات ودبابات الأسد لم تستطع الوصول إلى هنا، وبإذن الله مستمرين حتى النصر. الله أكبر والعزة لله. حتى مدافعك لم تستطع إنزال علم الاستقلال. الله أكبر. ما زال القصف مستمر على بلدة خربة غزالة. قطع الطريق الدولي من قبل لواء المهاجرين والأنصار ولواء الشهيد أحمد خلف باليوم الثالث على التوالي 10/3/2013. الله مولانا ولا مولى لهم. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. قائدنا للأبد سيدنا محمد. قائدنا للأبد سيدنا محمد. تقع خربة غزالي على تقاطع طرق استراتيجية، وتشكل صلة الوصل بين الشقين الشرقي والغربي من المحافظة. فالعابرون من درعا إلى دمشق يمرون لمسافة 3 كيلومترات بمحاذاة البلدة، ويمر بها الطريق من العاصمة إلى الحدود الأردنية وبالاتجاه المعاكس أيضاً. والسيطرة عليها تعني حتماً عزل كامل المحافظة وقطع طرق الإمدادات إلى قوات الجيش السوري المتمركزة في المدينة. بلدة خربة الغزالة جغرافياً تمتد على محاذاة الطريق العام دمشق درعا حتى 3 كيلومتر، وعمقة حتى 2.5 كيلومتر. كان المسلحين يتمركزوا في الخط الثاني من الأبنية المحاذية للطريق العام ويستهدفوا الطريق، وكانوا يقطعوا طريق الإسراج من هذه الأبنية. إذا كان تمركز المسلحين بشكل أساسي لقطع هذا الطريق هو بخربة غزالة. تم اقتحام هذه الخربة من جهة الشمال. هذه البلدة فيها الجهة الشمالية من البلدة وتعتبر الحارة الشمالية هي الكتيبة. الكتيبة عمقها حتى 1 كيلومتر وعمق الخربة 2 كيلومتر. تشكل خربة غزالي على الرغم من بعدها الجغرافي نسبيا عن العاصمة أهمية في معركة دمشق، فهي تشكل ممرا حتميا للمتوجهين من خارج الحدود ومن درعا إلى ريف دمشق، والذين يسلكون طريقين لا ثالث لهما.
الأول يمر عبر تل شهاب، طفص، داعل، خربة غزالة، الحراك، بصرة الحرير، اللجات، ومنها إلى ريف دمشق. والثاني يسلك طريق نصيب، الطيبة، صيدا، الغارية الغربية، خربة غزالة، الحراك، بصرة الحرير، اللجات، ومنها إلى الريف أيضا. يتقاطع الطريقان في خربة غزالة. بدأت أعمال قتالية. نحن من جهة الشمال كان خط الهجوم هو طريق العام طريق علمة، وبدأ الهجوم على الثبة حيث كان تمركز المسلحين بشكل أساسي في هذه البلدة، تمركز المسلحين بشكل أساسي، وكان حتى القناصة الموجودين من الأبنية القريبة والمحاذة لطريق الأسراد. كيف خربة غزالة؟ الله أكبر، تصدر الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والعزة لله، ذرع خرب الغزالة. اتخذ القرار إذن باستعادة البلدة منتصف آذار الماضي. قوات الجيش إلى جانب القوى الأمنية وقوات الدفاع الوطني تضافرت جهودها، معززة بعربات وآليات وتحت تغطية نارية من كتيبة المدفعية لاستعادة المبادرة في درعا. صار ضخ من برا عن طريق الأردن، ضخ مسلحين اللي ركزوا على منطقة عازلة هون بالمنطقة هاي، لكن ما استطاعوا حتى الآن ما استطاعوا ياخذوا منطقة عازلة ولا في منطقة سيطروا عليها وقدروا يعملوا شيء إلا يتواجدوا فيها، يعني حتى مخلوقين في المنطقة الموجودة فيها عم ياكلوا بشكل دائم، عم يستهدفوا سواء بالمدفعية أو عم نتابعهم نحن من خلال الهجوم عليهم. هون جسر نامي، هون هذا اسمه جسر نامي، هذا كمان في عرض الطرف بتفوت على البلدة نامر، وخليكم اسم نامر. نامر كمان بلدة تعدادها شيء 4000 أو 5000 نسمة، وموقعها كمان استراتيجي، وفيها هيئة حاكمة موجودة في نص الضيعة، ومشرفة على طرق إمداد المسلحين. في نحن 4 طرق أساسية اللي بيتحرك عليها المسلحين، اللي هي من طريق إزرع باتجاه نامر، وطريق من اتجاه الصورة باتجاه نامر، وطريق من اتجاه خرب غزال باتجاه نامر. هاي الطرق اللي بتحرك عليها المسلحين. نحن احتلينا نقطة رئيسية وحاكمة تلة في وسط نامر، ومشرفة ومعززة بالعتاد والمدرع وكبت وساط ميدان من أجل السيطرة ومسك هذه المحاور ومنع المسلحين من الدخول إلى هذه البلدة. لكن مشكلة صغيرة واجهت القوات، وهي محاولة التفاف قام بها المسلحون القادمون من علمة والصورة والمناطق المجاورة في قرية نامر المحاذية لخربة غزالة، وقطعوا طريق الإمداد الوحيد لوحدات الجيش. هنا بلدة نامر في درعا، عندما قرر الجيش السوري التقدم باتجاه خربة غزال النقطة الرئيسة التي تمركز فيها المسلحون ومن خلالها قطعوا الطريق الدولية باتجاه العاصمة دمشق، عندما تقدم إذن الجيش السوري حاول المسلحون الاحتلال نامر، وهم فعلا دخلوا إلى هذه البلدة في محاولة لقطع طريق الإمدادات للجيش السوري المتوجه والذي يقوم بعملياته في خربة غزال، مما استدعى التدخل فورا من قبل الجيش في معركة استمرت فقط ساعات في نامر لتحريرها بالكامل، ومن ثم التوجه إلى خربة غزال لاستكمال المهمة. بلدات هاي اسمها الحراك. أوكي. بلدات الحراك، بلدات هاي الشرقية كلها تتابع لألا وناحتي. نعم. في مليحة شرقية ومليحة غربية ومليحة العطاش. أوكي. هدولي كيف أنه التواجد كمان مسلح؟ فيها مسلح. هذا يعني كان دائما يستهدف الجسر هذا، هام جدا، كانوا يستهدفوه من نامر من هون بعد ما احتلوها. يوميا يصير اشتباكات عليه، بعد ما حررناها لبلدة نامر صار وضعه آمن. هلا حاليا البلدة مثل ما قلنا احنا استفدناها بنقاط تثبيت بالإضافة إلى الحاجز ونقطة بأعلى القرية هلا بتشوفوها. تقدمت قوة من الدفاع الوطني مكونة من 3 سرايا باتجاه نامر من محورين، المحور الأول المتجه جنوبا عبر حاجز مركز صيانة معسكر الكتيبة الفنية، والمحور الثاني بموازاة الطريق الدولي.
تضمن الهجوم خطة تضليلية تقضي بالتسلل عبر جسر نامر للإيحاء بأن الهجوم يتم من جهة الجسر أي شمال غربي نامر، فيما تتقدم القوة الأساسية من شمال نامر. وفي معركة استمرت ساعات تمت السيطرة عليها وفتح الطريق باتجاه خربة غزالي ونقل الذخيرة والوقود من الفرقة الخامسة إلى القوات المتمركزة شمال خربة غزالي لاقتحامها. من هذا الخزان تحديدا في بلدة نامر كان هناك تمركز للقناصة، قناصة المسلحين، حيث حكموا الطريق الدولية باتجاه دمشق وتمكنوا من يعني إحكام سيطرتهم النارية لفترة من الوقت قبل أن يتدخل الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني لطبعا يعني إزالة أي وجود لهم في بلدة نامر منتظر التقدم إلى خربة غزالي. بعدما تحرر بلدة نامر استفدنا فيها بعض القوات من أجل منع المسلحين من استهدافها مرة أخرى. بعد ما تابعنا القوات، تابعت القوات لخربة غزالي، وهي هذه الخربة اللي كانت قاطعة طريق الاستراد الدولي دمشق درعا شريان الدولي، فتم اقتحام هذه البلدة من الجهة الشمالية من طريق علمة، كان خط الهجوم من طريق علمة الإسراف طريق علمة، وهذه بلدة علمة الموجودة على الجهة الشرقية من البلدة. يوم سيطر المسلحون على خربة غزالي شلت الحركة في مؤسسات الدولة وعجز الموظفون عن الالتحاق بأعمالهم خارج المحافظة وتوقفت حركة نقل الإنتاج الزراعي باتجاه العاصمة. بعد استعادة نامر أصبح هدف القوات السورية دخول خربة غزالي، لكن المهمة تمر عبر الحي الشمالي للبلدة أي الكتيبة، هناك تمركز خط الدفاع الأول للمسلحين. درعا خربة غزالة، آثار القصف الهمجي على البلدة، معركة جسر حوران. تابعت القوات تقدمها بهذه البلدة وصولا إلى خط المهم المباشر يلي هو خط سكة الحديد يلي تقريبا بتعزل الكتيبة عن خربة غزالة. هذا الطريق كان هو خط الهجوم لقواتنا بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني، فكان خط هجوم القوات هذا الخط من جهة الغرب باتجاه الشرق من الطريق العام باتجاه الشرق. تم وضع خطة محكمة لهذه العملية حيث تم استهداف الجهة الشمالية من هذه البلدة المتمركز فيها المسلحين بكافة القوة والوسائط واستخدام التأثير الناري المركب على المباني المتمركز فيها المسلحين والاقتحام السريع والقوي والاستفادة من التأثير الناري. تم الوصول إلى الحد الأمامي والسيطرة على هذا الخط. على خط سكة الحديد هذا انتهت المرحلة الأولى من العملية. هنا كان مركز قيادة كتائب الجيش الحر، وهنا جرت أشرس المعارك. معظم الأسلحة اللي كانت موجودة معهم أسلحة حديثة ومهربة عبر الحدود. رصد الجيش السوري بعد وصوله إلى سكة الحديد وبدء الخطة لدخول باقي الأحياء في المدينة، رصد مكالمات بين المسلحين تشير إلى نقص الذخيرة والتموين، فيما أعلن هؤلاء ما يعرف في محافظة درعا بالفزعة، أي نداء الاستغاثة لمدهم بالرجال والعتاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن المكتب الإعلامي في بلدة خربة غزالة. بعد أن قام ثوار وأبطال بلدة خربة غزالة بقطع الطريق الدولي دمشق درعا لليوم 61 على التوالي، وكانت النية تحرير أرض حوران كاملة
بسبب قطع هذا الطريق. هذا كان حلمنا جميعا، لكن بعد محاولة نظام الأسد المجرم اقتحام بلدة خربة غزالة لفتح الطريق الدولي تبددت هذه الأحلام بسبب نقص الذخيرة، بل نفاذها بالكامل. بعد هذا كله اعتلت أصوات الثائرين في بلدة خربة غزالة للفزعة والنخوة والحمية، لكن لا أحد يجيب. وفعلا توجهت أرتال من المسلحين من الغارية الغربية باتجاه خربة غزالة مهاجمة ثغرة حصلت بين محاور الجيش لجهة تقدم مجموعة أكثر من الأخرى في الكتل الواقعة إلى يسار مفرزة الجار اليمني، لكن جهودهم لم تفلح ودارت أشرس المعارك في محيط الجامع العمري. اجوا من الغاريات واجوا من علمة، اجوا كمان من الكرك، وفي قسم يعني من الموجودين من خارج الجنسية السورية. يعني في منهم عرب، مسلحين عرب، وفي منهم مسلحين اجانب. هاي السيارة كانت مليئة بالذخيرة، مليئة بالذخيرة. بإمكانكم تشوفوا شرطان الطلقات وعلب الذخيرة فيها. يعني هيدي ضربت قبل ما توصل الذخيرة هاي كانت طبعا ضربت قبل ما توصل للمقر القيادي. قبل ما توصل لمقر القيادي تماما كنا ضاربين ديك السيارة، وبدأت نزلوها بسرعة، بس بدأت تحترق جوا وبدأت تنفجر فيهم. طبعا راح قتل كثير. في اليوم الرابع لبدء العملية العسكرية كانت القوات السورية قد تقدمت بشكل كبير على خط دمشق الدولية وبعمق بلغ كيلومترين داخل البلدة. كانت الصعوبة أساسية أنه باحتلال هذا الخط أنه ممكن نحن بنأثر على هذا العدو، لأنه كل القوة الأساسية للعدو كانت متمركزة تقريبا بهالجبهة هاي. الأبنية المحازية لسكة القطار من جهة الكتيبة كان تركيز العدو على هذه المنطقة. المنطقة فيها مباني كثيرة، وفيها منشآت حكومية، وفيها شوارع رئيسية، وبلد أسري. استخدم المسلحين هذه المباني وبشكل كثيف التفخيخ والتلغيم. بشكل كثيف كافة المباني تقريبا اللي دخلناها كانت مفخخة من قبل المسلحين. مع بداية اليوم الخامس كانت عمليات التمشيط وتفكيك العبوات تسير على قدم وساق بهدف إعادة السيطرة على خربة غزالة وتعزيزها بقوة ضاربة تتيح استمرار سيطرة الدولة عليها وصد أي هجوم محتمل، لا سيما وأن المسلحين أعلنوا مرارا وتكرارا أهمية هذه البلدة في معركة درعا. وكانت هذه العملية ناجحة نسبة إلى الخسائر القليلة والزمن المختصر لتحقيق هذه المهمة. نجاح هذه العملية إذن بقلة الخسائر وبالخسائر الكبيرة اللي تكبدوا فيها الخصم أو المسلحين وبقصر زمن هذه العملية. عادة عند تحرير بلدة ممكن نحن ننتقل إلى بلدة أخرى، لكن نتيجة المعلومات اللي اجتنا نحن أن ممكن هذه المسلحين بعد ما بنحرر البلدة ونتحرك إلى الغاريات ممكن يرجع المسلحين ويلتفوا من جهة ثانية ويعيدوا احتلال هذه البلدة. فوتنا عليهم الفرصة وأبقينا قسم من هذه القوات وعملنا نحن نقاط تثبيت. إلى هذه النقطة من محافظة درعا تعتبر الطريق آمنة بالكامل. الآن باتجاه هذه المنطقة لدينا منطقة الغارية الغربية والغارية الشرقية. في هذه المناطق لا يزال هناك تواجد للمسلحين، وطبعا العملية العسكرية بحسب المصادر العسكرية في المنطقة مستمرة باتجاه هذه المنطقة، ولكن قبل إتمام هذه العملية تبقى هذه المناطق خطرة للسلوك لجهة وجود قناصين والوجود المسلح يمكن القول الكثيف في
هاتين المنطقتين، لا سيما بعد الانتهاء من منطقة خربة غزالي، بحيث أن عددا كبيرا من مسلحي خربة غزالي ونامر والمناطق المجاورة نزحوا باتجاه هذه المناطق الأقرب إلى منطقة خربة غزالي. تؤكد الاتهامات المتبادلة بين أطراف المسلحين المقاتلين في درعا حجم الخسارة التي اعتبروا أنهم منيوا بها، والدلائل على ذلك كثيرة، وقد نتج عن خسارة المسلحين للخربة حصول خلافات أدت إلى اتهام الكتائب المقاتلة لرئيس المجلس العسكري أحمد النعمة بالخيانة. الخربة ما بيدخلوها بإذن الله تعالى، ما بيدخلوها ان شاء الله. ان شاء الله نحمل القيادات العسكرية في الجيش السوري الحر وعلى رأسهم المتخاذل أحمد النعمة الذي امتلأت مستودعاته بالذخيرة والعتاد، ونحمل هذا المتخاذل سقوط بلدة خلبة غزالة ونعلنها منطقة منكوبة بيد هذا النظام الفاجر الهمجي. فهناك ألف سؤال وسؤال لم نلقى لهن جواب. أين الألوية والكتائب والمجموعات من أبطال الجيش السوري الحر التي كانت تحرر؟ والأمر من هذا كله، أين دماء الشهداء؟ ماذا نعمل لدموع الثكالى والأرامل والأيتام؟ ماذا نقول للمشردين الذين تركوا ممتلكاتهم؟ وماذا 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 أجيبونا أنتم؟ وقد نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسلحي درعا أنهم يلومون الأردن على خسارة خربة غزالة. قد تكون خربة غزالي مجرد بلدة سورية أخرى تدور فيها معارك بين الجيش السوري والمسلحين، ولكن في هذه البلدة تحديدا كان هناك مشروع يحضر له يقضي بفصل درعا عن دمشق وقطع الطريق الدولية، وكذلك بإقامة منطقة عازلة في درعا في محافظة درعا. ولكن بعد سقوط خربة غزالي واستعادة الجيش السيطرة عليها هذا المشروع سقط، وبالتالي منحت هذه المنطقة أفضلية للجيش للتقدم والسيطرة على كامل المناطق في درعا. مشروع زرعت أساساته في خربة غزالي. تؤكد اتهامات المسلحين لبعضهم وللأردن تورط جهات كثيرة في هذه المعركة، ويشير تخبطهم إلى أن الخسارة ليست هنا لبلدة أو قرية، ففي سياق الحرب كر وفر دائمين بين المدن والقرى. في ظل الحرب العسكرية والإعلامية في مناطق أخرى كانت درعا تسير إلى قدر رسم لها في الظل، لكن معركة خربة غزالة أسقطت المشروع هنا. أدرك الجيش السوري أن هذه المعركة قد تكون من الأهم في الطريق إلى دمشق، فمهما كانت المعارك شرسة هناك على الحدود التركية تبقى بعيدة عن العاصمة، لكن سقوط درعا كان يعني فتح الطريق بسهولة إلى الريف ومنه إلى الأمام حيث دمشق، هدف المسلحين الأول والأوحد مهما اختلفت الطرق. في درعا إذن أكثر من معركة، موقعها الاستراتيجي جغرافيا بين فلسطين المحتلة والحدود الأردنية والعاصمة دمشق يجعل منها معركة استراتيجية في الأزمة السورية. للوقوف على الأهمية الاستراتيجية لهذه المعركة، طبعا ضيفنا اليوم في حلقة من الأرض دكتور أحمد الحاج علي. أهلا بك دكتور، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي. دكتور، يعني تحديدا في هذه المعركة معركة خربة غزالي، ما هي الأهمية لهذه المعركة حتى أن يعني المسلحين أنفسهم سموها معركة جسر حوران؟ نعم، أولا الشكر لكم والسلام على هذا الوطن، وهذه قصة هامة لأسباب ثلاثة. السبب الأول شخصي، لأنني ابن حوران وابن خربة غزالة، وبالتأكيد كمية الألم التي تترسخ في داخلي والتفاعلات تنبع من خلال هذه النقطة، لأن هؤلاء أهلي وهؤلاء هم الذين أعرف تاريخهم ويعرفون تاريخي، وأعرف أنهم على خط الوطن وأن جار علينا الزمن وأن حدثت اضطرابات وتغيرات كثيرة. النقطة الثانية هي الموضوع الأساس الذي تفضلت بطرحه، وهو القصة الاستراتيجية. محافظة درعا فيها ميزات استراتيجية، بعضها موضوعي وبعضها سياسي.
أولا هي كما قلت تلك المسافة الجغرافية الواقعة ما بين دمشق شمالا والأردن جنوبا وما بين فلسطين قديما والآن حيث الكيان الإسرائيلي المحتل غربا في الجولان ومنطقة السويداء شرقا، ونرى أن كل المواجهات التي دارت من خلال قصة الصراع العربي الصهيوني كانت حوران دائما في قلب هذه المواجهات. وبهذه المناسبة أستذكر بأن القصة قديمة، ذات يوم وقبل أكثر من 3000 عام دخل اليهود بمملكة القدس واستولوا على منطقة حوران على الجزء الجنوبي من 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 سوريا، وتخلى عن الرومان ونهض أبناء حوران وحرروا الأرض اعتبارا من 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 بصرى حتى حدود دمشق. قادهم رجل من حوران اسمه عباد بطريقة الحرب الشعبية، فحرر الأرض بعد 70 سنة وأسقط المملكة أيضا، مملكة اليهود في فلسطين. كان لهم مملكتان، واحدة في الشمال وواحدة في القدس. إذن القصة تاريخية، والصراع إذا أردنا أن نبحث عنه الصراع العربي الصهيوني نجد أن حوران هي حاضن إنساني وجغرافي وبشري لهذا الصراع، لأن أرضها معركة وسماؤها معركة وكل ما فيها يجب أن ينتمي إلى هذه المعركة. حتى يعني صارت قصة الجبهة وقصة المواجهة إنما تقع هنا. لكن هذه المسألة بنموها هكذا وبالدور كان يجب أن يتم متابعتها والتدقيق فيها وتغذيتها بعوامل أن تصل بهذه المحافظة الطيبة المناضلة إلى مستوى أنها محافظة مواجهة. حدثت ثغرات هنا كثيرة وحدثت نقاط ضعف، ولكن أعتقد أن كان التركيز هائلا على منطقتين خطيرتين، منطقة حوران جنوبا ومنطقة القصير في الوسط، كانت تركيز منذ الأساس هائلا. لذلك لماذا تحديدا هاتين النقطتين؟ نعم، أولا كما قلنا بسبب الموقع الاستراتيجي، اثنين لأنهما كما تصور المخطط الاستعماري الخارجي والقوى الإرهابية بأنه يمكن أن يكون هناك دائما إمكانية لتمرير الأسلحة وتمرير التموين وتمرير الإرهابيين سواء كان عبر الأردن من الجنوب أو عبر الغرب من جولان المحتل، وتأمين كل ما يلزم لحالات المواجهة. الهدف هو أن نستطيع إلى ذلك سبيلا أن يستولوا على المنطقة في حوران ويقيموا فيها ما يشبه الإمارة، وهي محمية لديهم بقواها الإرهابية من الداخل إن استطاعوا إلى ذلك، وبالأردن من الجنوب وبالكيان الإسرائيلي من الغرب. ورأينا هذه المسألة واضحة الآن يتسلل أعداد كبيرة من الإرهابيين من الجولان إلى حوران، وهناك مشافي وهناك وسائل اتصال وهناك مواد قتالية، أسلحة وأشياء كثيرة طبية وعسكرية وتكنولوجية كلها في هذه المنطقة. وأنا أعتقد أن القصة ليست ابنة هذه اللحظة وإنما هي قصة قديمة لا تترك حوران، حوران لا تترك. عندما دخل المسلحون إلى خربة غزالة تحديدا وإلى يعني وحكموا الطريق الدولي، هل كان هذا الهدف أقرب إلى التحقيق بالنسبة إليهم عندما استطاعوا السيطرة على خربة غزال؟ وهل عندما استعادت الدولة هذه المنطقة تحديدا يعني أصبح بإمكانها استعادة المبادرة بشكل أفضل في درعا؟ نعم، أولا مرت هذه القصة بثلاثة مراحل أساسية. يجب أن نتذكر بأن نسبة التعليم ونسبة الأمان السياسي والاجتماعي وقوة الطاقة الوطنية الملتزمة المنتمية لقيادة الوطن ولأهداف الوطن كبيرة جدا في درعا بشكل عام وفي خربة غزالة بصورة خاصة. هناك حوالي 25,000 نسمة يتمتعون بكل ما يلزم للنمو الوطني، الوظيفة والزراعة والاغتراب وعلى مستويات عالية جدا، وكل ما يمكن أن يؤدي إلى نشوء مجتمع نظيف غير مشكوك فيه قادر على أن يساهم في البناء الوطني موجود. مرت المرحلة الأولى، ركزوا على مسألة إدماج هذه القرى التي صارت خطرة فيما بعد، مثل خربة غزالة، مثل الحراك، مثل داعل، مثل طفس، أن يدمجوها في الحراك المشبوه الذي بدأ في مدينة درعا. هنا المسألة أيضا أبناء درعا طيبون بهذه المناسبة، ولكن دخل منذ زمن بعيد كانوا يخزنون الأسلحة
حتى في الجامع العمري كانوا يخزنون أسلحة. بدأت المرحلة الأولى بقصة الحراك السياسي المظاهرات وتركوا وشأنهم، يعني كانت تجري هناك مظاهرات. بطبيعة الحال لو دققنا جيدا أن الذي كان يحرض على هذه المظاهرات ويقودها عاملان، العامل الأول طبيعة الذين يتظاهرون غالبيتهم من المهمشين، من الذين ليس لديهم ثقافة كبرى لكن لديهم مصالح وحرف ولديهم كذا. لعب المال الحرام، المال القطري السعودي، لعب دورا كبيرا ومهما جدا في هذه المسألة. يعني كانوا يطلب هذا الطفل انه خذ هاي بارودة وخذ لك شي 100 دولار كل يوم ونفذ هذه العملية، اطلع 5 دقائق مظاهرة، 10 دقائق. الآن بدأ يثبت ذاته، هذا مهمش كان، كانت الحجم الأساسي من الشباب ومنضوين الشبيبة وطلائع وحزبيين وأحزاب أخرى والدنيا بخير، ولكن لم ننتبه إلى هذه الفئات المهمشة. ودعيني أقول بدرعة لا يوجد مرجعيات سوى المرجعية السياسية، يعني نحن لا يوجد لدينا مرجعيات دينية ولا يوجد لدينا مرجعيات اجتماعية كافية تسيطر على هذا الوضع كما حدث في مناطق. الحالة العشائرية ليست موجودة في درعا أو ليست مؤثرة في درعا؟ ليست موجودة لأن البنية السكانية لهذه المحافظة بنية مستحدثة، لا يوجد من الانتماءات القديمة سوى الشريط الغساني الذي يتمثل بأشقائنا المسيحيين، هؤلاء هم بقايا الغساسنة. في الشريط يبدأ من الجنوب من السماقيات، من سمج، من طيسيا، إلى بصرة، إلى إزرع، إلى شقرة، إلى تبنى، إلى بصير، إلى خباب، حتى يصل إلى المسمية لهون على الحدود. هذا الشريط هو الذي يعني يمكن، وسنرى ذلك على الخريطة بدءا من نعم من الصنمين باتجاه الشمال لو سمحت لفوق، شايف كيف باتجاه الصنمين إلى مناطق نعم على المناطق خبب ومنطقة جباب ونصرنا نعم هاي جباب، بصير، الصنمين، نعم حتى خبب، ثم إلى المسمية سوف نراها هنا المسمية نعم في هذه المنطقة. هذا خط، لاحظ هذا الخط تماما الذي مر خبب بصير والصنمين إلى أن بصل إلى الغباء جنوبا حتى منطقة بصرة، هذا الخط موجود نعم. الآن أيضا لدينا منطقة هي منطقة جغرافية صعبة تسمى اللجاء، وهي منطقة تمتد من الخط الحديدي الحجازي غربا الذي يمر ينطلق من القدم ويمر بدير علي ثم بجباب ثم بخبب ثم بمحجة ثم ب نعم هذا هو تقريبا الطريق، ثم بمحجة ثم بخربة غزالة ثم ينتهي درعا، وعن درعا يتوزع إلى أن يذهب إلى العقبة كان قديما إلى نعم يمر بإزرع، نعم هذا الخط الحديدي يمر بإزرع. على اليسار من هذا الخط الحديدي هنا باتجاه الشرق توجد منطقة مستعصية تسمى اللجات، ويسكنها قبائل بدوية، ولذلك التكوين السكاني هنا مستحدث، وهذا الذي يجعلنا نجيب لماذا لا يوجد تأثير للوجهات فيها، لأنه جاءوا يعني من شيء جاء من الجنوب، شيء جاء من الشمال، شيء جاء من منطقة حمص، شيء جاء من فلسطين، منطقة مستحدثة رغم وجود الآثار ورغم وجود الممالك القديمة. لكن القصة الآن لو أخذنا خربة غزالة نموذجا نجد فيها هذه خربة غزالة هنا نعم، وهذه بجوارها الكتيبة، وخربة غزالة هنا يجب أن نشير إليها ما دمنا التقطناها هنا. هنا تقع في منتصف الطريق بين الغرب الذي يتصل إلى حد جولان هناك، وبين الشرق الذي يصل إلى يتصل بعلمة والصورة والإحراق حتى يصل إلى حدود السويداء، وبين الشمال على الأوتوستراد والجنوب الذي ينتهي إلى الأردن. إذا لدينا منطقة في خربة غزالة منطقة خطيرة للغاية من الناحية الاستراتيجية، يعني هذه الطرق تمر حصرا بخربة غزالة من الحدود كل هذه اتجاه الطرق. العاصمة كل هذه الطرق، يعني إذا أردت أن تمر من طفس إلى داعل إلى الكتيبة لابد أن تمر بخربة غزالة، إذا أردت أن تذهب نحو الشمال لابد أن تمر بخربة غزالة، إذا تذهب نحو الجنوب من درعا نعم. نمر حصرا أيضا ما لا يوجد، كان هناك الطريق القديم
يمر بداعل وهو على مسافة كيلين أو ثلاثة كيلومتر، لكن الآن الزخم الأساسي لابد أن يمر من خربة غزالة، سواء كان المواصلات العادية تخدم المحافظة أو الطريق الدولي عبر سوريا والأردن إلى الجنوب إلى دول الخليج العربي. وبالتالي حتى على الطريق في خربة غزالة تحديداً. إذن هنا ركزوا بالمرحلة الأولى على المظاهرات، كنت أعلم أنا بأن ذلك سوف يتطور. المظاهرات ليست مشكلة، المظاهرات ليست مشكلة، تم التعامل معها بكثير من الأريحية من قبل الدولة، لكن فيما بعد جاءت المرحلة الثانية وهي التدمير والتهديم. حرقوا المقرات العامة مثل مديرية الناحية، خربة غزالة ناحية بهذه المناسبة، بلة يعني ليست قرية، والمدارس ومقرات الحزبية وسجلات الموظفين وكل هذه الدوائر المتصلة بالحياة العامة وتخديمها، وبدأت تظهر حالة أيضا قتلوا بعض الأفراد من الشرطة الذين ينتمون لهذه الناحية. الآن هذه المرحلة بدأت تظهر المرحلة بوادر الثالثة، وهي أن أهل البلد طيبون، أهل البلد لا يفكرون، إلا بعض الأفراد. فيما بعد اكتشفنا أن هناك بعض الأفراد الذين لديهم نزعة والذين هم مشتركون ومستثمرون بالمخطط، لكن بدأت تظهر نماذج وقوى قادمة من أماكن أخرى، مثلا من اللجاء من منطقة مصر الحرير، بعض العناصر من خارج حدود الوطن السوري، بعضها من جنسيات أخرى بدأوا يأتون يذهبون ويغادرون بطريقة حتى يعودوا الناس، وبدأوا يسيطرون على أهل القرية. أهل القرية كان ينتابهم الخوف، لأنه كانت وسيلة التعامل مع أهل القرية هي القتل. قتلوا أكثر من 10، قتلوا نساء، قتلوا موظفين، قتلوا رجال، لم يرحموا أحد، فانتشر هذا الخوف ولم يستطع الوجهاء أن يفعلوا دورا. يعني كانوا يصحون عن هذه الرغبة من داخل، لا نريد هذه المساكن، لكن سرعان ما يرضخون تحت التهديد والقوة، إلى أن جاءت المرحلة الثالثة وهي سيطرة المسلحين على خربة غزالة بالكامل وقطع الطريق الدولي بين دمشق ودرعا مرورا إلى الأردن. يعني هم سيطروا على هذه البلدة، ماذا كان يمكن أن يحصل في الخطوات التالية لو أنهم استمروا بالسيطرة على خربة غزالة؟ أولا ستكون عملية الانفتاح على الكيان الصهيوني قائمة، وهذه مسألة يجب أن نقر فيها. لقد دخل تأثير العدو الصهيوني بالتسليح وبالاتصالات وباستقبال الجرحى وبتأمين ملاذ لمن يطاردون من الأرهابيين، لأن الخط ليست خربة غزالة فقط، وإنما في دائل باتجاه الغرب ثم طفس ثم مباشرة إلى سحن الجولان. هل تمكنوا من وصل هذه المنطقة يعني تحديدا من محافظة درعا مع المناطق التي يسيطرون عليها في القنيطرة مثل جبات الخشب والبريقة وبرعجم وما إلى ذلك؟ هذا ظهر في الفترة الأخيرة، وهذا كان عاملا أساسيا، لأنه لا بد من التوصيل، لا يكفي أن يكون هناك طرق، ويجب أن تكون دائما لديها تواصل، بمعنى أن يتم تأمين التغذية. لذلك ظهرت العملية في الهجوم على وحداتنا البسيطة الموجودة في جبات الخشب وفي القنيطرة، إلى أن وصلنا إلى آخر مشهد عبر معبر القنيطرة. ثم تأتي عملية الأردن، وتعرفين القصة هناك مضطربة جدا، والحدود الأردنية مفتوحة، وبدأت التغذية ذهابا وإيابا، يستقبلون المجموعات ويأتون بالمسلحين ويدعون بأنهم يأون الذين غادروا البلد، إذا وصلوا إلى اللحظة الأخيرة في خربة غزالة وهي السيطرة الكاملة. هنا تعامل الجيش، إذا صار لدينا المشهد على النحو التالي: القرية تحت تصرف الإرهابيين، أهل القرية نزحوا جميعا، بقيت هذه المنطقة منطقة عسكرية، تحولت من منطقة مدنية إلى منطقة عسكرية، وتزايدت أعداد الإرهابيين هنا في هذه المنطقة، وبدأت معركة الجيش بطريقة ذكية جدا. أولا لابد من أن تعطى فرصة للمدنيين لكي يغادروا، غادروا. اثنين، بدأت تقطيع هذه المسألة واستيعاب وقطع الإمدادات لها، إلى أن دخلت في اللحظة الحرجة وهي المعركة مباشرة، فتم تحرير القرية تحريرا كاملا. ومن الجثث تبين أن هناك أكثر 170 جثة للأجانب، ليسوا من درعا، ليسوا من درعا، من عدد الذين قتلوا فقط من أبناء درعا لا يتجاوز 11 شخصا فقط. هؤلاء إذن هم الذين يمثلون النسبة من الشباب الذين غرر بهم والذين كان لديهم دور في هذا المشروع الإرهابي. ماذا أمنت استعادة خربة غزالة للدولة السورية؟ يعني عشنا فترة حوالي شهر، شهر ونص، انقطعت درعا عن دمشق، سواء كان السكان المسافرين للمحاصيل، كان نحن بيجينا
يوميا إلى درعا حوالي 2000 سيارة خضرة وفواكه يوميا تأتي إلى دمشق، هذه كلها قطعت، ولذلك لاحظنا ارتفاع الأسعار وندرة المواد. اثنين، تم تأمين حركة الحياة من سوريا إلى الأردن، سيطروا على معبر نصيب وصارت الحالة تحت السيطرة وآمنة جدا. ثلاثة، تم قطع الطريق، كانوا يتصورون بأنه بيمتدوا باتجاه الشرق نحو الإحراق وبصر الحرير وباتجاه الغرب نحو داع وطفس حتى الحدود السورية مع الجولان، ويمتدون باتجاه الجنوب حتى الأردن، وهذه هي منطقة حدود الإمارة التي يبحثون عنها. إذن الآن الاستيلاء على خربة غزالة قطع، أولا لجم هذا المشروع، ثم قطع أوصاله بالصميم بالجوهر. طب هل أمن يعني، هل يعني الآن الطريق إلى دمشق أكثر راحة، بمعنى أنه عسكريا خفف الضغط عن مدينة دمشق؟ أولاً الطريق الآن آمنة، القوات العسكرية استعادت مكان، الآن القوات في داخل خربة غزالة، قوات الآن تقوم بعملها بواجبها في خربة غزالة، الكتائب والألوية المحيطة عادت إلى دورها، أيضاً في منطقة إزرع لدينا قوات عسكرية، وفي منطقة نامر أيضاً عادت الأمور عسكرياً واجتماعياً إلى طبيعتها، وتم السيطرة على كل المفاصل وعلى كل المفارق، لدينا مفارق هامة جدا حوالي خربة غزالة، جسور، ولذلك نجد أن القضية صارت يعني أساسية وصارت في موضع الأمان وفي يعني منطقة انتهت كل تلك المخاطر. نعم، تأثير هذه المعركة يعني هذه الراحة الآن في هذه المنطقة لتحرك القوات السورية، هل هذه خففت الضغط عسكريا عن العاصمة دمشق؟ يعني هل كان هذا الطريق من الخطط التي رسمت له بالسيطرة عليه من قبل المسلحين، تأمين طريق للمسلحين باتجاه العاصمة، أم أنه لم يكن في الحسبان هذا الدور تحديدا؟ هذا نستطيع أن ندرك أهميته إذا استذكرنا بأنه كانوا إذا سيطروا على منطقة خربة غزالة هكذا باتجاه الشمال هكذا حتى حدود المسمية، سيلتقي ذلك مع سيطرتهم على الريف الجنوبي والشرقي والغربي في دمشق، وبالتالي تحتسب منطقة درعا، منطقة خربة غزالة بالذات، على أنها منطقة تواصل واتصال من أجل أن يتواصل الإرهابيون مع بعضهم البعض، هون قريب صارت السبينة والحجر الأسود والمناطق، لذلك كانوا يحاولون بأي شكل أن يجتازوا هذه المسافة ما بين خربة غزالة وما بين الحدود الجنوبية للريف الدمشقي، ومن هنا فإن عملية استعادة خربة غزالة والسيطرة عليها وفتح الطريق آمنة الطريق الدولي بالتأكيد مباشرة انعكست، كان المبدأ يقوم على اتصال الإرهابيين مع بعضهم البعض، الآن يقوم على تواصل القوى العسكرية السورية وعلى المجتمع السوري مع بعضه البعض، وهذا الآن بدأ يتحقق بصورة عميقة وكثيفة. الآن سأذكر نقطتين في منتهى الأهمية، النقطة الأولى أن معركة إعادة النظام وما يشبه تحرير درعا وبالذات خربة غزالة تساوي في الأهمية والمكانة معركة تحرير القصير، لأن الأصل منطقتين هما مرصودتان لكي يقوم عليها المشروع الإرهابي الاستعماري من الجنوب ومن الحدود الغربية مع لبنان، هناك قوى تغذي في القصير وهناك قوى أيضا تغذي في درعا، هناك إمكانية لكي يتم التواصل وقطع الإمدادات عن طرق الوطن وعن المدن السورية، أيضا المعنى واحد هنا وهناك. هذه النقطة لم تعطى حقها في الإعلام، أعتقد أنه يجب أن يتم تغطية ما حدث في درعا ومعركة خربة غزالة بالذات، لأنهم صوروا الأمر وحدث تحولات كبرى بناء على معركة خربة غزالة، ظهر كذب القادة وظهرت كثير من التناقضات، والآن على سبيل المثال انظري خربة غزالة التي اتهمت بأنها كانت مع الإرهاب، الآن كل السكان يراجعون المسؤولين ويتصلون معي ومع غيري، لا نريد إرهاب، نريد أن نعود إلى بيوتنا، إلى مساكننا، إلى دورنا النضالي، إلى حياتنا الاجتماعية الطيبة. الآن سنكتشف بأن هذه المعركة يبدو أنها كانت ضرورية لكي نتخلص من الشوائب في حوران وتعود الأصالة ويعود الصفاء إلى الذي يتميز به أبناء المنطقة إلى هذه المنطقة. دكتور، سؤال أخير بالنسبة بالعودة إلى القصير، هل تتوقع الآن بعد انتهاء معركة القصير
الإنصار وسيطرة الجيش السوري على المدينة وعلى ريفها، والعملية مستمرة في هذه المناطق. هل تتوقع أن يزداد الضغط على محافظة درعا لإيجاد بديل ربما لجهة التمويل أو حتى ربما لتحقيق انتصار معنوي يعيد للمسلحين على كامل الأراضي السورية ما فقدوه من خلال معركة القصير؟ أولا نحن لن يعني نأمن جانب القوى لأنها قوى كبرى كما تعلمين، حينما تكون عدوك أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية والكيان الإسرائيلي طبيعة الحال وقطر وبأسلحة بهذا النوع وبتمويل يصل إلى 200 مليار دولار، لا نتوقع وقد انهزموا الآن. هذه المسألة ستكون صعبة، سيحاولون بأي شكل من الأشكال أن يثبتوا ذاتهم ويقولوا لا حياتنا وجود. ولذلك رأينا بحمص مباشرة من الرب بالطريقة القديمة هي التفجير أمام كنيسة المخلص. الآن دعيني أقول لك بصراحة، درعا صارت خارج المخطط الإرهابي لسببين. أولا لسبب الأداء العسكري القتالي التكتيكي والذي كان مكلفا للغاية في درعا من قبل قواتنا المسلحة، والسبب الثاني عودة الوعي الشعبي الاجتماعي إلى أن يدرك الحقيقة. أدرك الناس الآن أنهم هناك من أخذهم إلى أماكن أخرى كان عليهم أن يقوموا بأكثر مما فعلوه، وأنهم مشتاقون جدا إلى وطنهم، إلى الاستقرار، إلى السكون، إلى الهدوء، إلى العلم، إلى العمل. ولذلك ترين الآن بالجملة الوفود وتناشد، وأنا أناشد أيضا هنا، أسرعوا أيها المسؤولون في إعادة أهالي حوران خاصة قرب غزالة إلى منازلهم، فهم هؤلاء صاروا لنا ولم يكونوا قط علينا، وإن كان بعضهم قد خرج وخان وباع واشترى. لذلك نقول درعا والقصير هذه قصة صارت لنا، صارت بيدنا، ولا يمكن أن يحدث أو أن تتكرر المأساة مرة أخرى في هاتين المنطقتين. شكرا لك دكتور أحمد الحاج علي، كنت معنا في هذه الحلقة، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي السوري. والشكر لكم مشاهدينا في هذه الحلقة من الأرض، نلتقي في حلقات مقبلة من الأرض، من الأرض السورية. إذن وشكر أيضا لفريق العمل غسان نجار، سركيس كسارجان وحسين مزهر. دمتم بخير.